انا دايما واحد بحب بيسمع موضوع بره فيه بيبقى متضايق شويه، فانا بحاول تكون تو ذا بوينت في الحاجات اللي كان محضرها. I know that most of us will see patients complain of the task function during game time, but how many of you would start management of this patient؟ ولا واحد؟ كم واحد لو اشتكالك هتستارت مانجمنت عشان تفهم؟ بس واضح ان معظمنا would not start it. هنحاول نشوف ازاي والفيرست تايم اللي انا ممكن ادخله ايه؟ اذا طلعنا في هذا الوقت اعتقد ان احنا جيم بيت. انت ولا تستنى شويه؟ طبعا حاجه في الديركشن الميو فاسكولار فينومينال ذات ريكوير فينتر ارتيريال سبلاي ونيرف سبلاي وحاجه اسمها فينو كومبتنت ميكانيزم هنشرحها ان شاء الله في الفسيولوجي بتاع النورماليزيشن. ديورنج ريستنج ستيت سيمباثيتك بيبقى هو واخد الاور هاند فبتبقى السموث ماسلز وذا ارتيريولز اند سيناسويد ارتوميكالي كونتراكت. This allows small amount of blood to come to the penis for nutrition. With sexual stimulation, smooth muscle relaxation occurs. This will lead to vast dilatation of arterioles and the relaxation of the wall of the sinus. Vast dilatation occurs, so more blood comes to the penis. That will fill the sinusoid, leading to enlargement of the penis. With more distension of the sinusoid, it will compress the vein. So the mechanism is increase in the inflow and decrease of the outflow. This will lead more to increase the intracorporeal pressure leading to selection. بس ما بيحصلش complete cessation of venous flow. This only occurs few seconds just before ejaculation. لو انا عملت complete cessation لل venous outflow بيحصل blood stagnation بيحصل لل venous outflow. ما فيش complete cessation لل outflow except for just few seconds just before ejaculation. ايه اللي بيخلي يحصل سموث ماسل ريلاكسيشن؟ هو ريليز سيرتن ميديتورز اهمها هو نايتريك اوكسيد. بيطلع من حتتين من الاندوثيليال سيلز اوف بلاد فيسلز اند سينوسويد اند نون ادرينرجيك نون كولينرجيك نايتريك اوكسيد. نايتريك اوكسيد ريليز افتر سيكشوال ستيموليشن ويل ديفيوز انتو ذا سيل. استيموليت جوانرايت سايكليت ذات ويل ترانسفورم جوانزينوتايب فوسفيت انتو سايكليت جوانزينوتايب cyclogalazinone phosphate through certain protein will close calcium channel in the cell. This will lead to hypocalcemia in the cell and smooth muscle relaxation. الكاسكيد ده مهم عشان لما نيجي ان شاء الله ممكن تريد منه. كل الادويه اللي موجوده في السوق كل اللي حضرتك هتسمعه باسامي مختلفه هي اسمها بي دي اي 5 انيبيتور فهي بتشتغل على اللي هو بيكسر cyclogalazinone. لو انا كسرت الانزيم ده هيفضل الكاسكيد شغال. فايه هو الاريبتانس؟ انا لو عايز سبيسيفاي بروبلم اوف اريكشن لازم اقول اريبتانس فانكشن، ما ينفعش اقول تيب امبوتنت. امبوتنت تشمل اريبتانس فانكشن، اورجازمك ديس فانكشن، ريبيتك ديس فانكشن. انما عايز سبيسيفاي مشكله في الاريكشن لازم اقول اريبتانس. فتيب امبوتنت ما هو صحيح. فاريبتانس فانكشن هي ان ابيليتي اوف امير تو اتين اند اور مينتين ابنال اريكشن سفيشن فور ساتسفاكتوري سيكشوال بروبلم. بعض العيال ممكن يشتكي لك ان مفيش اريكشن لا يبقى فيلير دلوقتي من الاساس. وبعض العيال يقول لك لا بيحصل لي انيشال اريكشن بس ديورنج انت الكورس بيحصل ديفيوز ما بقدرش اكمل الاكل يبقى ده فيلير دلوقتي سواء ده او ده ويؤدي الى انساتسفاكتوري سيكشوال بيرفورمانس هيخش تحت تيرم الاكتاز فانكشن. الاكتاز فانكشن از فيري كومن بروبلم اند فيري وايد بروبلم. واي ثينك انه حد وانتم بتتعاملوا مع الناس فيو دايز هتلاقي فيهم فيري لارج بوبيوليشن سفرنج فروم ذيس بروبلم. استيميت انستنس ديورنج كلينا فيلير اون هيم دايز ماي ريتش اب تو 8 7%. ففي فيري هاي انستنس سواء في النورمال بوبيوليشن او سواء بالذات مع مين اون هيم دايز. قبل ما نقول الباس ريليس اوف الكتايز فانكس ديورنج كلينا فيلير احنا بس هناخد وان سلايد مهم قوي عن كلاسيفيكيشن اوف الكتايز فانكشن ان جنرال.
For simplicity, erectile dysfunction بتقسم لسايكوجينيك. يعني ايه سايكوجينيك؟ يعني ما عنديش اورجانيك فورم. عندي انتك ارتيريال صفار، وعندي انتك نيرف صفار، وعندي كونتنت فينس ميكانيزم اللي هي فينو كلوز ميكانيزم اللي احنا قلناه. بس في عندي سنترال انيبيشن للسيربولار كورتكس وعلى السباينال كورتكس. وعندنا امثله كثيره للسايكوجينيك ارتيريال دسفانكشن. العيانين اللي عندهم ديبريشن. العيانين اللي فيهم دين رايك مرات ومالتا كونفليكت على طول. في مشاكل كده. اوقات بقت سيكشوال اسكتيف. وعندنا حاجه بنسميها بيرفورمانس انكزايتي. دي بين الامور اول حاجه تسمع ان في ناس اتجوزت وفي الهاني مون ايكوتاس جالها ديتيوب او فيلير فاتشين ديتكشن. كتير جدا سمع وكتير جدا كونفرت ستروك. وعارفين دايما العين بيفتكر اول حاجه ان هو زي الثقافه المصريه ان هو مربوط دايما. لا دي بتسمى بيرفورمانس انكزايتي. بتبقى قصه ايه؟ العين زي ما اتفقنا احنا عشان يحصل اريكشن لازم يحصل في نص مصر ريلاكسيشن. انا لو عندي انكزايتي عالية هيبقى استنباساتي طول هو اللي بيوقف الامر. هيحصل سموث ماسل كونتراكشن فمش هيمنع موضوع الاكشن. فالانكزايتي العالية لا تؤدي الى ارتياب السموث. بس فعلا السايكوجينيك ده جروب كبير. في جروب تاني برضه اسمه اورجانيك. ده اي حاجه بقى في الكاسكيد بتاع الاريكشن. لو عندي مشكله في الرقص، عندي مشكله في النادي، عندي مشكله في الكتابين نصيش ونفسها مش هيحصل لها ريلاكسيشن. وعندي مشكله هرمونه في كل ده هيؤدي الى اورجانيك. في سم سيستميك ديز مهم قوي ممكن تاثر بكذا ميكانيزم على التركيز من ضمنها ريتا بيتا وتابيتس ميليتا طبعا دي بس مش هنقف في تفاصيل كل واحد بيعمل ازاي انما بنزل الحاجات المهمه اللي بعد الاتباع احنا كبطنه اللي هي كومن ميديكيشن اسوشيتد ويز ريتال سوشيال. يجي لك عيان كتير بياخد انتي ديبريسنت وانتي سيد. يجي لك عيان كتير بياخد انتي هايبر تنسيف. مش كل الكلاس بتاع انتي هايبر تنسيف بتعمل ريتال سوشيال. انما بي وير قوي من البيتا بروكس. لو عيان بياخد بيتا بروكس وبدا يشتكي بالريتال سوشيال ممكن يشد على اذر الحاجات اللي هي سيف زي الكالسيوم شانل والكالفا بروكر لقيت ايه ناخد؟ انما في تطبيق في وير على الريتال ناس كانت بتاخد زمان انتي اصلا ثلاثة سامي دي تعمل حاجة في الرجل الكلينية ممكن تؤدي الى الريتال. يعني لو شفت عيال مثلا بياخد انتي ادوشن لاي سبب زي كانسر بروست ممكن انتي ادوشن دي تؤدي الى الريتال. فيبقى لو هنصطاد بقى الليبس ايه الفوز في الريتال فانكشن انكولين لينكتيف. لو افتكرنا السلايد ان احنا عندنا تو كوبس عندي سايكوجينيك وعندي اورجانيك والاورجانيك واخده كل التسكيت سواء ارتيريال سبلاي فينس سبلاي فينا ترينج او هرمونال ممكن نستنتج الحاجات اللي ممكن تحصل في الكلام ده. فاكتورز اللي هتؤدي الى التاس فانكشن في الكلام ده فيليا غالبا مالتي فاكتوريال تشمل كل حاجه يا اما سايكولوجيكال يا اما فاسكولار يا اما نيوروجينيك يا اما هرمونال يا اما ميديكيشن يوز في السيستم بيشن وسكولاين فاهم. فاي حاجه في السلايد اللي فات هنطبقها. فبدانا بالباسكولار بروبن احنا اتفقنا عندنا ارتيا سبلاي بيحصل له مصدر دايلاتيشن والسيناسويد بتتملى وبعد كده بتقفل البيت عشان تعمل بيه كروز. فلو اثرت على الارتز من الاول باسوسكولوزيس يبقى كميه البلاد اللي جايه للعينين دول هتبقى قليله ومش هيحصل اريكشن. فاكسلريت اسلوس كلوروزس في العينين دول ممكن يؤدي الى التنس. البين اوكلوز الميكانيزم اللي احنا قلناها ممكن تبقى افكتد بحاجه اسمها هايبوكس اسوشيتد رينال فيلر. طبعا حضرتك عارفين ان الرينال فيلر اسوشيتد وذ انيمي. وفي بالمونري هايبوكونتريشن بيبدو بالمونري مايكرو امبوليزيشن. الهايبوكس دي هتؤدي الى ديكريز نايتريك اوكسيد. احنا قلنا المين ميديتور فور الريتشن. فمش هيحصل سموث مصر ريلاكسيشن كويس للسيناسويد فمش هتقفل البريد هيؤدي الى بنوك. الهيبوكسيا بتستيموليت ترانسفورم جروث فاكتور هيؤدي الى انكريس كولاجين سينسيس هيؤدي الى فيبروزيس فالتشكو جاينز بتقل مش هيحصل لها ديستنشن مش هتقفل البريد هيؤدي في الاخر الى ديستنشن اوف بين اوكلوزيف ميكانيزم.
تاني حاجة في النيروجيني بروبلم اللي هي البريفرال نيوروباثي أو الأوتونوميك ديسفانكشن. طبعا هذا أكتر مني وتقدر تعرفه إيه الفوز بتاع كل حاجة في الكلينيكال إنما سواء ده أو ده هيؤدي إلى البريفرال ديسفانكشن. الهرمونة بروبلم عندنا في العيادة كده اللي تبص لها هما الهايبرمونيزم والهايبربروبلم. لو التستيرون قل بتقل الديزاير بتقل الرغبة في الانتربوست بيقل الإريكشن. والهايبربروبلمتينيميا لو زادت برضه بيؤدي إلى بوست الظهر. الهرمون البروبلم طول هيؤدي الى ركتان السمش. طبعا طبعا لسه بتقول ان في دي هاي انسنت هايبرتنشن في العينين بتوع الانفلين. فالانت هايبرتنسي دراكس ممكن تؤدي الى ركتان السمش. بس برضه مش كل الدراكس هي عمال كده بقول. الانت هايبرتنسي ممكن تؤدي الى ركتان السمش زي السلم الجديد عشان هايبرتنسي. العين بعدهم ديبريشن فلو خدوا انتي سايكوتيك وقت ديبريشن ممكن يؤدي الى الكفاز. يبقى كل الحاجات اللي فاتت بتعمل لي اورجانيك في الكلاس فوكس بتاع الانفلين. السايكولوجيكال بروبلم برضه لها دور كبير في العين بتوع الانفلين. والايديولوجي بتاع الديبريشن في لها فيلر كتير. بص فول بين بص فاينانشال ريسورس وعايز يجيب دور على دولار مش لاقي. ففي قصص كتير من لهم سايكولوجيكال الكلاس. طبعا الانيميا برضه بتؤدي الى وصل ذا جنرال كونديشن وبتؤدي الى الثالث. يبقى الكلام النظري اللي ممكن الناس ما تحبوش بالذات بتوع ذلك ايه سبب في الثالث فانكشن في الانيميا؟ هي القصه بقى اللي عايزين نطلع منها ازاي اعمل ايفالويشن وابدا تريتمنت وده ممكن يجي في حضراتكم كلينيك. فانا لو جالي عيان بيشتكي بالثالث فانكشن في حاجه اسمها بيزك اسسمنت وده انا هقوله وفي حاجه اسمها بالشباب سبيشاليتي انفستيجيشن دي طالب سبيشاليتي مش هتهمني قوي مش هتتلخبط اللي يهمني هو البيزك اسسمنت. انا لو جاي العيان بيشتكي بريكتاكس اعمله او افحصه ازاي او اقول له البيزك ايفالويشن بتاعنا اسمه الهيستوري واكزامينشن وصلنا بروجرام الهيستوري ميديكال وسيرجيكال وسيكشوال هيستوري. لو خدنا اول حاجه الهيستوري الميديكال وسيرجيكال زي اي حاجه هيستوري حاجه انت بتاخد ادويه ايه؟ عندك امراض معينه، عندي دايبيتس. هتاخد انت هايبرتنسي، لا ده انا عملت عمليات قبل كده ممكن تكون هي اللي اثرت. فميديكال وسيرجيكال عادي زي ايه؟ سيكشوال هيستوري في حاجات معينه تهمنا. السؤال المهم جدا اللي هو اونست وبورس وديوريشن وبريزنس اوف مورنينج ديكشن. البريزنس اوف مورنينج اريكشن ده بيحصل ايه؟ مورنينج اريكشن عامة بيحصل ليه؟ المفروض نورمال دورينج سليب ممكن يحصل لي من 4 لـ5 باوتس في نورمال اريكشن. وبتحصل ايه؟ لان اتفقنا ان دورينج ريستنج كونديشن سيمباثيتك تو هو الواحد الاقوى فبيعمل سموث مصر كونتراكشن. لما دورينج سليب الباس سيمباثيتك بقى هو اللي يبدا يكونترول فيبدا هو يعمل الامر يعني فيبدا يحصل سموس ماسل ريلاكسيشن ويبدا يحصل لي اريكشن. برينس اوف مورنينج اريكشن معناها ان انا ما عنديش اورجانيك يعني لو عيان بيشتكي ان هو في ريبتاكس فانكشن عايز ورق يعني كل يقول لك في عربي يقول لك لا في بروبلم. طب سأله طب في مورنينج اريكشن يقول لك اه لا ده مورنينج اريكشن انا بعيد عنها انا كويس. فبرينس اوف مورنينج اريكشن ده معناه ان انا عندي سايكولوجيكال. لو في لوست مورنينج اريكشن خلاص يبقى ده برضه يبقى ده اورجانيك. يبقى عشان ديفرنشيت اورجانيك من سايكوجينيك لازم اسال عن مورنينج. عشان برضه ديفرنشيت اورجانيك من سايكوجينيك بس على الاونست والكورس والديوريشن. الاونست يا اما اكيوت يا اما فيزيكال. اكيوت اونست يبقى دي حاجه سايكوجينيك. لو جالك عام اون دايليس وريسنت كمان وسالت انت قبل الجواز كنت كويس ولا لا؟ لغايه يوم الجواز انا كنت كويس. انا خدت الاربع كنت كويس بس الخامس يبقى كيوت اونست دي ما تمشيش الا بعد حاجه. حاجه الاورجانيك دايما بتبقى جراد. لو سالت العيان هيقول لك اه لا ده من زمان ده الموضوع بدا شويه بشويه وبدا الموضوع يزيد لحد دلوقتي مفيش حاجه خالص. جراد هو اونست يبقى حاجه الكورس انترميتنت او ستيشن انترميتنت يعني احيانا انا كويس واحيانا انا مش ممكن يقول لك انت البوست انا وحش انما يقول لك دورينج فانتسي او ماستر بيشن انا كويس ومع عدد بارتنر انا كويس يبقى انترميتنت مع حاجه
ثابت. ستيشنري يعني في كل الاحوال وحش، فدي حاجه تكلم. يبقى السيكشوال هيستوري مهم قوي عشان اعرف ده سايكوجينيك ولا لا. ده مين؟ ايه بتاع السيكشوال هيستوري؟ والحاجات المهمه قوي اونسيت وكوز وبريزنس اوف مومنت. هم دول اللي وصلوهم ده اورجانيك ولا سيكشوال. ميديكال ريسيرش كان هيقول لك والله غالبا ده الايديولوجي بتاع الاورجانيك كذا، ده عنده غلطه في الفيديو، ده عنده كذا، ده عنده دايبيتس مع الفيديو. ف الاورجانيك بروبلمز هعرفها من ميديكال ريسيرش. يبقى المين ستيت البيزك اسيسمنت بتاعنا هو الريسك. بعد كده بنعمل جنرال اكزامينشن ولوكال اكزامينشن. طبعا حضراتكم اكتر مننا في الجنرال اكزامينشن، انما انا بدور على ساينس لاي سيستمك ديزيز قد تكون هي السبب في البلاد سونج. وبعد مهم ان احنا نبص على السكند ستيشن بقى. العميل بيحصل لهم حاجه ممكن اديهم فروم ستارت، دايما بيبقى لهم كاركتر ان هم هو الهيد ديستريبيوشن بيبقى في جناين، يعني عندهم جايزه مصر. السكند ستيشن بتاعك عشان دايجنوز الديكلاين ده بروبلم. الجينيتال سيستم بنحصل فيه نشوف فيه فايبوزز يعني بالنسبه لحضرتك ممكن ساعات تطنش موضوع اللوكال اكزاميشن شويه. انما بالنسبه للنيورولوجيست والاندرولوجيست لا، هيدور على شوف تستيك شوف بينز والبي ار اكزاميشن عشان اساسا نشوف الانر. لو عندي نيوروجينيك بروبلم هيبقى فيه ويك انر. يبقى كبيزك اسيستنت هيستوري اكزاميشن وعندي ساوند لابراتوري تيست. الروتين لابراتوري تيست هو ارقام بلاد شوجر وسيرم سيستيوم وسيرم كولاج. الهرمونال ديستربنس في عندنا فيها بتبقى كتير، انما ان جنرال بوبليشن ماشي كتير قوي، ممكن توصل 3-5%، بس هي تريتا بوبليشن عشان كده بندور عليها. مش عشان فيها كوم بوبل، عشان هي تريتا بوبليشن. فلو عارف العادي هايبوبلازم او هايبوبلازم هيستور يسموه. برضه الفاستنج بلاد شوجر في بين كومن اسوشيشن بين دايبيتس والاريتال فانكشن. وممكن البيست برزنتيشن بتاع عند بيتك ممكن يكون بيدور على الاريتال فانكشن. يبقى بالنسبه لحضرتك لو جالك عيان يشتكي لينا الباب ويشتكي بالكتال فانكشن، يبقى اتفقنا الهيستوري والاكزامينشن وصمي بوزيتيف دول الاساس. الهيستوري كسكشوال هيستوري اعرف ده اورجانيك ولا سيكولوجي. والميديكال والسيرجيكال عشان بريزنس في الكتاب. الاكزامينشن بدور على السكند سكشوال كاركتر توقع سجن كاركتر. تقطر فاستنج بلاد شوجر تيست ستيرو ولابتك ممكن تعمل لنا فيلر ندور على الامين المطلوب. سي بي سي. السبيشاليتي انفستيجيشن بقى مالهاش دور قوي في الكلام النهارده يعني، انما فور انترست يعني في حاجه اسمها ريجي سكان بشوف بقيس الريكشن بيوريك سليب عشان افرق لو كانت ولا سيلوجينيك. حاجه اسمها دور الارتر سلام بشوف الارتيريا اللي بتبقى بشوف اسيست البيني اوكلوز المكانيك. في الكابينوتوجرافي عشان برضه ادور على البيني اوكلوز المكانيك. وفي سلام السلايد ده بيوضح لكم اهميه البيزك من الهيستوري والاكزامينشن والسام نظري بروتيز. دول تقريبا 80% من العيال هتقدر تشخص وهتقدر تستارت المانجمنت بتاعك. مش لازم السبيشالاتي بس. فماجورتي اوف يور بيشنتس هتقدر حضرتك تعملها ايفالويشن. يبقى اول حاجه كيب مايند اكستنسيف انفستيجيشن حاول دايما هتعمل سبيشاليز انفستيجيشن لما انت بتدور على حاجه تقدر تعمل لها سي. طيب لو كان حضرتك العام انت شخصته وخلاص ووصلت معاه في الهيستوري اعمل ايه؟ لاين اوف تريتمنت بتقسم يا اما حاجات ممكن تتعمل بالبرايمري فيزيشن وحاجات تتعمل بالسبيشاليست. برضه احنا هنركز على الحاجات اللي بتتعمل بالبرايمري. فاول حاجه انا بدور على موديفاي ريفيستور لقيت او ما لقيتش؟ لقيت بعمل لها زي ما اقول عنها. ما لقيتش بشفت على الفيرست لاين اللي هي البي دي اي 5 انهبيتور والهرمون ريجلت. السكند لاين والثيرد لاين بس اهم حاجه في البدايه ان انا موديفاي ريفيست بوت. يعني دونت راش ان انت بتسكباي بيعمل اي حاجه اكيد. لا انت كفيزيشن لازم تدور العيان ده عنده مشكله اقدر احلها. لو عنده انيميا لازم احلها. تفضل يا
لو بيعمل انت عامل برتنسيب وانت شاكك انها هي السبب زي البيتا بلوكر يبقى تشيفت لاذر كلاس اوف انت عامل برتنسيب، يبقى تكونكت الانيميا تشيفت لاذر لاين اوف انت عامل برتنسيب. لو بيدخن في الصوب سموكي تحاول تنصحه ان هو لو عايش في ستريس جامد او في ديبريشن ان هو يعني حاول تغير اللايف ستايل، فاي ريبيست او كوز انت شايفه تحاول تعمله. ضمن الحاجات اللي مهمه في الريلا فيليا اللي هي قلنا الهايبوكوناتيز والهايبوكوناتيز، ومن الحاجات اللي انا عاملها سيناموس كتير وسيناموس كلها، لو لقيت ان عندي هايبوكوناتيز او ديفيشن تستيرونيزم لازم اعمل تستيرون ميكانيزم. في حاجات ممكن اعمل بيها تستيرونيزم، يا اما انجكشن يا اما حاجات اخرى. المهم البريكوشنز قبل ما ابدا انجكشن او ورا تريتمنت ان انا لازم افحص العين عشان اكسكلود كانسر بروتكت. العين اوف ذا ايج لازم تكون كانسر بروسيت قبل ما تجيب انجل. والعينين برضه الليفر امبيرمنت ما تجيبهمش تستيرون بيسمنت. فالتستيرون بيسمنت مهم وذ بريكوشن. لو اكسكلود كانسر بروسيت وبي شو اوف ليفر مانجل. الهايبر بروتينيميا يكون في الرينال فيلر. لو لقيت عين عنده هايبر بروتينيميا بس شيء جزء الكلاس فانكشن بصلح الاول الهايبوكلوريتيميا قبل ما افكر في الموضوع ده. طيب لقينا ان مفيش ريفرس ريبورت او في ريفرس ريبورت وحاولت اعالجه ومش جايب منه، يبقى خلاص بشفت على الفيرست لاين اللي هي بي دي اي 5. بي دي اي 5 انهبيتور كانت اول حاجه طلعت اللي هي ستيب ديناشيل 98، وبعد كده طلع تو مولكيولز اللي هم البارد نافيل والتلا نافيل، والتلات موجودين في الايجيبشن. طبعا السيب نافيل تحت اسم فياجرا ده كان اول حاجه طلعت، وفي دلوقتي في اسم حضرتك هتسمعه. انما غالبا كلهم سيب نافيل. تلا نافيل موجوده تحت اسمين، هتلاقي اسمين بس اللي هم البارد نافيل هتلاقيها برضه حاليا كانت بيستخدموها لفيترو، دلوقتي في بدات شركات مصريه تعمل كده. فالثلاثة موجودين في الايجيبشن ماركت. ايه الفروقات بين الثلاثة؟ هما الثلاثة كلهم بي دي 5 انهبيتورز، والثلاثة كلهم نفس المكان، هما كلهم بيعملوا انهبيشن للبي دي 5 الموجود انسايد ذا سيل. الابزوربشن والديستريبيوشن كلهم تقريبا زي بعض، بتفرق بس في الثلاثة لابيل اللي في الهاف لايف بتاعتي. الهاف لايف بتاعت الثلاثة لابيل 36 ساعة. ست نفيل والبارد نفيل حوالي 8 ساعات. ممكن حضرتك تكون شفت قبل كده البروموشن في مبتدا نفيل يقول لك 36 ساعة بدون مطاقة. شفتها في استعدادات كتير 36 ساعة. في انجكشن 36 ساعة. سوبر جيك. لا انجكشن دي اسمها ايه؟ سوبر جيك. لا انجكشن تدري بيه انجكشن؟ ده حاجة سنة كده. أنا ما أعرفهاش بصراحة. بس أنا بقول لك هي بتضعف بس هي برضه 36 ساعة مش معناها إن أنت في حاجات اللي زي الأفتر نتيجة اللي في زي الكيفورشن هو في بيانو لاين انجكشن ممكن تتاخد سيكلافيل فيها انجكشن بس بتستخدمها في الاكسبيرمنت بس ما عملناهاش ما بتستخدمش قصدي في كلينيكال بيت نظرة الماركت يعني سيكلافيل انجكشن. انما موجوده في حاجات من يعمل عليها كلينيكال عكس. انما احنا بنتكلم على ماركت يعني مش بس قصه الهاف لايف 36 ساعه دي بس عشان برضه نبقى اقول بيها هي ستيتنافيل لما حد في بروكوشن في اجزاء عين تقول له انت بتاخدها بعد 1 اور ستارت يور سكشوال انتركورس. ليه 1 اور لانها بتوصل للماكسيمم كونسنتريشن في البلد بعد 1 اور. فدي بيسموها بروجرام سكشوال انتركورس. يعني انت لو خدت الاوس وحصل اي حاجه اضطريت تنزل لاي حاجه حصل اي حاجه خلاص بيروح على الكوشن. انما 36 ساعه بتديك ان انت فري انك تشوز ذا تايمنج اوف سكشوال انتركورس. فهي 36 ساعة مش معناها ان انا عندي اريكشن 36 او ماشي باريكشن 36، لا انا بتشوز تايم فبتديك فريدم سكشوال.
يعني الميزة الأكثر في التلافيل عن التلافيل والبرامج هما كلهم لهم شوية سايد افكت ولازم تتحضر العين لأن عين كتير يغزل الدواء أو التلافيل فبيحس بشوية هيك فبيحس إن هو حصل ضغط عينة وحصل مشكلة فإن أنت مثلا حضر ربية هتعمل شوية بازو جلاديشن فشوية بازو جلاديشن دول هي أدوية إيه؟ مصر شوية رنايز خلاص بقى فاهم حتى لو حصلت المشكلة دي ما فيش حاجة فكلهم عشان البازو جلاديشن اللي بيعملوه بيؤدي الحاجات دي هي مش رنايز سبيسيفيك تستنفيل شوية معاها دي حكاية في الروبش وكان أول ما طلعت بيقرأ كانت القشطة أزرق دلوقتي في راس حمرا بس كانت القشطة أزرق فكانت الهاي دوز كانت بتعمل جلوبس فكانوا فاكرين انها عشان القشطه تزرق فهي بتعمل جلوبس لا هي كانت الجلوبس هي لانها بتعمل انهبيشن للبي دي اي 6 اللي هو موجود في الليزر هي مش ابسوليوس اللي انت على البي دي 5 كانت بتعمل بي دي اي 6 انهبيشن موجود في الليزر دلوقتي هي لا جلوبس الزياده بس تفرق عنها ممكن تعمل شويه تربية فكلهم بيعملوا بازو دايلاتيشن والبازو دايلاتيشن في كده بتاعت الهيكي والفلاشنج والنسب كونجيشن شوية تايموتيشن مع شوية تايموتيشن. إنما سبيسيفيك للسيلدنافيل اللي هو الفيجن ديستربنس أو البرو فيجن وسبيسيفيك للتنافيل أو الدياليز أو هل كل عيان سيف إن أنا أقدر أبيهم في السيلدنافيل؟ لا هي أبسوليوت كونترا إنديكيشن الناس اللي عندهم سكيبك خالص وبياخد مرض. بس كيمياء وزاد نطرات ممكن بس هي الكومباوند ادمنستريشن وزاد نطرات هو اللي من ليه؟ لأن بتعمل كونسلت هايبرتنشن اثنين هايبرتنشن مرات بتعمل بس هو عارف ان هو يوم ما ياخد ستنفيل هيوقف النطاق فممكن عليه تاخد نطاق ممكن برضه تاخد بس ده بعد كارديولوجيست حتى لو عندك نظرات مش معناها ممكن ما يبقوش لا دايما واحد بيفير للكارديولوجيست هو ممكن واقف نظرات ولا لا وهل الكارديو كونديشن تستحمل ان هو فيزيكال اكسرسايز بتاع التربوز لو قال له سيف احنا واقف نظرات ممكن ياخد ممكن ياخد سيدان العميل ان هم هيبوتنشن لان ضغط واطي ما ينفعش سيدان طيب معظم العميل بتوع لنا الفيلر عندهم هيبوتنشن طب العيان بياخد انت هايبرتنسي ينفع اديله جي بي اي 5 انهبيتور يعني العيان بتاعك لو سال ممكن اخد مفيش مشكله انا بتعمل شويه هايبرتنشن طب عيان لو ضغطه كويس ويستحمل شويه هايبرتنشن ممكن يحصل خلاص مفيش مشكله طبعا حاجه كنت بتعمل بروتر كان عندي برضه شويه بستخدمها كتير قوي عشان البروتر هل لو عيان بياخد اسابوكا ينفع ياخد في التنافيل او ياخد اي حاجه في دي فايف في الانتوس؟ ها؟ ماشي ممكن ده يقع فعلا زي ما الدكتور بيقول بص عشان كده بنعمل سبيس بس بين الدوائر حوالي اربع ساعات يعني مفيش داعي ياخدهم مع بعض واذا كان بياخد جرعه بسيطه من السيلدنافيل اللي عندنا السيلدنافيل 50 و 100 الليبيترا او السيالست او السيالست 10 و20 فاذا كان هياخد ربع نص استبدال مفيش مشكله انه ياخده مع الاطباء يعني انا اعمل سبيسنج اذا كان هياخد 50 او 50 لو بياخد قرعه صغيره ممكن ياخدهم مع بعض لو بياخد الفا بروكر اللي بيسميه يوصل لك زي التابسلوسي مفيش مشكله يبقى الفا بروكر اذا كان يوصل لك زي التابسلوسي مفيش مشكله انه ياخده مع بعض التابسلوسي ملوش تاثير او عمل إذا كانت الأفر بروكر هي مش يوم سيلكتف ممكن تعمل شوية بوش هاي بوتنشال يبقى أفضل أعمل سبيسنج حوالي أربع ساعات تمام فأعتقد حاجة دي مهمة أوي في الكلينيكال دوز يعني لو جات مطارات هو أفضل ترابيكيشن بس ممكن ياخدها بس مع كارديولوجيكس لازم متأكدين إن هو ممكن يستحمل وقت طويل إن قلبه يستحمل سبيسنج عند ضغط واطي لا ما ياخدش لأنه هيخش في شوية كتير عم بياخد انت هاي بارتنسيب ماشي ممكن ياخد عم بياخد الفا بلوكر
لو دوس الليفتك مفيش مشكله ناخد مع بعض، انما لو مفيش دوس الليفتك بعمل سبيد. طيب اقول العيب بتاعي انا وصلت له السكه دي لازم احضره شويه، لازم اقول له ان انا محتاج سيكشوال ستيميليشن. لو افتكرنا الميكانيزم لازم الاول يطلع نيتريك اوكسايد مع سيكشوال ستيميليشن عشان يبدا الكاسكيد بتاع الاكشن، فلا ياخد قرص ويستنى ان يحصل اكشن بعد كده مش هيحصل، لازم يحصل سيكشوال ستيميليشن، لازم اقول له ان انا عليه سيكشوال ستيميليشن، ولازم احذره من السايد افكت. يعني معظم العيال ما بيشوفوا ما يعرف انها بتظبط الضغط، يعني اقول لك لا انا باخدها ضغط بيعلى مصدع وبحس ان هو اشتغل وبكون مقتنع ان هي بتعلي الضغط، انما ما عندهاش بتعمل شويه حاجات. ولازم احضر العيال ان هو بيعيد الضغط طبيعي عشان الباس فاليديشن وشويه الراشد اللي بيحصل ضغط طبيعي. بعدين نيجي للكونجيشن لان ده ولد كان مشكلة في الكتف ما اقدرش اعمل ده، فده مهم قوي. اعمل له ورنينج قبلها عشان لو حصلت ما يبقاش خايف ولا حاسس ان لازم العيال بتحس اللي فيه لازم اقول له الضغط يكون في الكوره. اه سيالس ممكن تتاخد في اي وقت ما لهاش علاقه ما لهاش انتراكشن مع الكوره، انما سيالس او ستيدنافيل انا في ستيدنافيل لازم اكون في الكوره. لان الفاتي ميلز بتقلل الابسوربشن بتاع الضغط. فلازم اقول للعيال لو انا عندي حرص اقول له ستيدنافيل تاخدها على المعده الفاضيه قبل السيكشوال بوست مارك اول عشان تريج ماكسيم كونسنتريشن. وانها نيد سيكشوال ستيميليشن. انت لازم تضطر سيكشوال ستيميليشن تضغط يور سيكشوال تاكوس عشان تقدر تجيب نفسك. لازم اقول انها لو ما جابتش من اول مره لا حاول تاني. ممكن مع اول مره لا نحاول تاني. طيب العيان جرب كذا مره وجا قال لك مش نعم. امتى اقول ان في فيلير للكوره دي دي ايه؟ محسوب اقول لك لازم ياخد الماكسيموم دوز لمده 6 8 مرات. يعني انا جربت مع الماكسيموم دوز هو كان بيعمل 50 لا انا طبعا عندي 100 واتدربها حوالي 6 8 مرات وبعد كده اقول فيليا او مش. ولازم اعرفه ان لازم تاخدها ازاي، يعني تاخدها امتى تفكر ولازم يحصل سيكشوال، فلازم اعرفه ازاي ياخد الميديكيشن. لازم اعرفه ياخد الميديكيشن ازاي. لازم يبقى في سيكشوال ستيميليشن وخدت ماكسيموم دوز 6 8 مرات لا خلاص في فيليا او مش. طيب اعمل ايه لو جالي وقال لي انا فيليا ميديكال؟ لازم اتاكد تاني ان هو بياخدها مظبوط. وحسن لو في ريسك فاكتور زي ما قلنا العين عنده انيميا العين عنده هايبر لازم الحاجات دي تتحسن. اتشيك تاني حاجات اللي هي ريسك فاكتور فور التاتس فانكشن اللي هو ده عملناها في البيس والعمليه. وتشينج من تايب لاصل يعني كان بيحصل ده فيه طب اجرب التدريبي اجرب نوع تاني. في بقى حاجه مهمه احنا ماشيين عليها كيروس لو ما اعرفش حاجه ولا تعرفوها لا اللي هو ريجل التوتس وبي دي اف ار. احنا كلنا متعودين ان انت بتقول بتاخدها قبل السكشن بتاعتك. طيب ما جابتش نتيجه اون ديماند سميها اون ديماند. لو ما جابتش نتيجه اون ديماند بديها اون ريجل بيس. العيال هياخدها يوميا حتى لو ما فيش سكشن انت بتبص يوميا بس هو بياخدها يوميا بسمول دوز. يعني ممكن اخد النص او ربع قرص يوميا مساء سواء انتر كورس او ده بتعمل باس دايلاتيشن والباس دايلاتيشن ده بيبرينج مور بلاد تو ذا فينس والبلاد ده فيه اكسجينيشن فبيحسن فيتاليتي بتاعت التيشو. فالريجولار دوز ده ممكن تجيب ده تفضل ماشي بريجولار دوز شويه وبعد كده ممكن تجيب. طيب هل سيف؟ احنا اكيد عارفين انها سيف في الجنرال بوبيليشن الناس كلها بتاخدها، انما هل سيف في العيانين بتوع الكوره اللي فيها كانت تجيب لي تايب نيكوس؟ اه بالنسبه للستيتم في بوبيليشن كتير مفيش اي مشكله على الستيتم. بالنسبه للتالا لافيل الجارد لافيل البوبليكيشن فيه قليله بس هي صيف ما حصلش مشاكل يعني ككلينيكال طيب ما حصلناش منها مشاكل. انما في نقطه مهمه تتعمل عليها ان احنا مفيش داعي ندي السيلدنافيل او اي فاك في مطعم في يوم الدراسه. يعني التايمنج نحاول نبعد على يوم لان عاده يوم الدراسه بيبقى فيه شويه هايبوتنشن. فمفيش داعي ان انا اوجمنت الهايبوتنشن ده بالاي فاك. يبقى هو فور سيفتي نبعد عن يوم الدرس. يعني درس كتايب كتايب ما فيش مشكله يعني. وده ما ياخد حرارة موديل مهم يعني اللي هو فيرست لاين يقول لك هرمون مانيبيوليشن اتاكد ان الهايبوكولاتيزم هايبوكولاتينيميا اتاكد ان الانيميا كوريكتد اتاكد ان ما بياخدش انت هايبرتنسيف او ما بياخدش بيتا بوز. يعني
علاج تاني او سنتر علاج ما بياخدش اي بلازما انتي هايبرتنسيف ممكن تعمل ايه؟ عملت الموديفيكيشن جاب النتيجه في الوقت ما جابش نتيجه هتقيل له فيرست تايم اللي هي بي جي اي 5 بالثلاثه كلاس بتاعتنا وعرفنا التايمنج نبعد عنه ممتاز والدوزنج بتاعتنا 50 او 100 ممكن مفيش مشكله احنا طيب لو فين ميديكال تريتمنت بشفت على السكند لاين ممكن بالاستارت اب ما يكونش انترست قوي انا بتكلم في سكند او سيرد لاين انا مش هتكلم عشان هو بس جاست انيميشن بس سكند وسيرد لاين انا هحتاج ان انا الفيل سبيشال مش لازم بقى اطلع اجمل معايا هو ريزيستنت ميديكال تريتمنت خلاص السكند لاين تريتمنت فور يور انترست هو حاجه اسمها فيكيال بريكشن فايز او انتركارموزال انجكشن او انتريسبيرتوز فيكيال بريكشن فايز بكل بساطة هو بيعتمد على السلندر بيبقى متوصل بالبامب، البامب دي يا اما مانوال يا اما تبقى اوتوماتيك بيتحط السلندر حوالين البينس ولازم يبقى فكت على السكين يعني في جل بيتحط ما بين السكين وما بين السلندر بحيث السلندر يبقى فكت على السكين وبعد كده بكريت بضغط على البامب شوية بعد كده بسكت بعد شوية تاني ده بكريت نيجاتيف بريشر سايد السلندر فالنيجاتيف بريشر ده بيستخدم بلط سايد البينس بيحصل لي اريشن بعد كده انا بمنتين البلاد بوسط انسان زبينس بيبقى في حلقه موجوده كده على البيت بتاع السلندر بيقول عاد شايل السلندر وسايب الحلقه دي على البيت بتاعه وده افكتيف بس هي مشكلته ان هو الحلقه دي بتعمل زي فينس ستيز انا عملت زي فينس ستيز جوه ما عنديش فلو جاي زي نورمال ريتش لا انا سحبت بلاد وحبسته يبقى في فينس مش ما اقدرش اسيب الحلقه اكتر من 30 دقيقه فلازم تغير الريليشن انت ما تسيبش حلقه اكتر من ثلاثه. البينس هنا ما حصلش خالص ريليشن قوي بيبقى البينس جو هو شوط زي النورمال ريليشن فده بينترفير مع السكشوال ساتسفاكشن بتاع المرض. فالبينس جو بينترفير مع الريليشن عشان الحلقه ما اقدرش اسيب اكتر من 30 دقيقه دي من السايد افكت بتاعت الكلام او دي كابريشن بتاعت. سكند لاين تاني اللي هو الانتر كابريموزال انجكشن واحنا بنسموه عندنا هنا في المركز لان المركز بيوفر بيت تجنيد. لا هو برضه افيلابل في الماركت. كسنجل ايجنت ممكن احنا نبوست تجنيد او جوه او بعمل كومبينيشن بين البوست تجنيد وطول التجنيد ساعات بحط عليه حاجه في التجنيد بس مطريه. انت بتعلم العام زي احنا هو بياخد سنجل ايجنت يبقى سنجل انسولين بيعمل ستريتش للبيز انت بتيجي من السايد بتاع البيز تبعد من فوق عشان تيجي ورا الباتر وتبعد من متر عشان الوتر فتبعد دورسال وتبعد من وتيجي من السايد فنظرة الاسبك تعلم العين ان هو يمسك الحقنه وينجكت من سايد البيز ده شويه كومبليكيشن نتيجه سيستمك ابزوربشن ممكن يقعد تحصل شويه بلاس دايلتيشن وريدك والهايبوتنشن والكلام ده انما جات بس بسبب ان هو ممكن اهيت اليوريسترا بيحصل شويه اليوريسترا بتيجي دايما بس تاخد بالنا ان العيانين اللي عندهم رينا فيري عندهم شويه بقى اليوريسترا فاستخدم الانجكشن والسكوشن عشان ما يحصليش هيماجلوبين فاهم العيان لازم يكون بريس السايد بتاع الانجكشن شويه عشان ما يحصلش هيماجلوبين في انترا يوريسترا فبوزيتريو ده مش افيلابل كتير في مصر ما حدش بيستخدمه فاينالي بقى ستيت تايم تريتمنت اللي هو النايكروسيس لو ريزيستنت في كل اللي فات انا مفيش قدامي غير النايكروسيس بس الناس ريكومند ان انا اويت لحد اذا كان عندي هيزرع استنى بعد الزرع واشوف هيستجيب ولا لا لان ممكن بعد الزرع الريت تايم فانكشن بتاعته تتحسن فاويت لحد ما يحصل لينا ترانسبلانت واشوف الايفكت بتاع لينا ترانسبلانت على الريكشن وانا لسه محتاج الكوزيزي ولا مع انه ممكن يتحسن الريكشن بعد الترانسبلانتيشن عشان الترانسبلانتيشن الهرمونال والطايل والبروفمنت السايكولوجيكال بروفمنت. انا بعض الناس تاني قالت برضه ان بعد الترانسبلانت برضه عامل كتير ممكن يطلع عندهم التنس مصر. انا عشان الانسايتي والاميون سبورتيشن افكت وانا بزرع في الانترنال ليجا كده بانترفير مع الفيلايا مسكولاريتي ممكن برضه الهرمونال والطايل انا كده خلصنا يعني احب اشكركم انا ما اعرفش هسال العاب واحد لما بيتفرج فيه يعني واحد لما بيسمع حاجات بطل ساعات في البدايه فانا عارف ان انتوا معظمكم
انما او تبسط تحس ان يعني لو كانت عيان تقدر تمشي يعني مش لازم تكون عامل فيه عاوزين البيزك عاوزين البيزك البيزك فانت وصلت